أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم لدينا درس للصف الخامس الأساسي في مادة العلوم، أقدمه لكم الأستاذ موفى الإسماني مع مجموعة من طلاب الصف الخامس من تلاميذ مدرسة محمد البزن. نتعرف عليكم. أنا الرفيقة الطليعية يمنى زهوراتي. أنا الرفيقة الطليعية المساء. أنا الرفيقة الطليعية شام عبد السلام. الرفيقة الطليعية هنا الشعبان. أهلا وسهلا. لنبدأ درسنا الذي هو عنوانه المسافة والزمن للتساؤل التالي. مطلوب مننا أن نجيب بشكل علمي على هذا السؤال، أي يجب أن نستعمل علاقات مناسبة وليس آراء فقط. ركب أحمد دراجته متوجها إلى بيت جده الذي يبعد عن بيته مسافة 500 متر، وكان متوسط سرعته 20 متر في الثانية. يطلب إلينا أن نحسب الزمن الذي استغرقه منذ انطلاقته حتى وصوله إلى بيت جده. إن شاء الله في نهاية هذا الدرس سوف نتعلم كيفية الإجابة على هذا السؤال وسوف نحله معه. هل أنتم مستعدون؟ أجل. نعم. سوف يتم عرض أمامنا الآن موقفين. في كل موقف في البداية سوف نتأمل الموقف ونفكر فيه كل منا بنفسه، ثم سوف نتشارك مع زميلنا في المجموعة رأينا ونكتبه أمامنا على الدفتر، ثم نشارك مع مجموعة أخرى إجابتنا. جيد؟ تمام. لنتأمل الموقف الأول. من يقرأ الموقف الأول؟ تفضل يمنى. وقف محمد وأنس ورامي في باحة المدرسة بهدف إجراء سباق، وكان خط النهاية مرسوما على الأرض باللون الأحمر وعلى مسافة 60 مترا منهم، وكان توقيت وصول كل منهم كالتالي: محمد بعد 4 ثوان من رن الصافرة، أنس بعد 6 ثوان من رن الصافرة، رامي بعد 5 ثوان من رن الصافرة. من منهم هو الفائز؟ لماذا برأيك؟ جيد، شكرا لك. نتأمل الأعداد التي أمامنا. وصل محمد بعد 4 ثواني فقط من انزلاق الصافرة، وأنس بعد 6 ثواني، ورامي بعد 5 ثواني. سوف نفكر من هو الفائز. فكرنا؟ الآن خلال 20 ثانية فقط سوف نتشارك إجابتنا مع زميلنا في المجموعة ونكتب الجواب على الدفتر. تفضل. معنا 20 ثانية. تبقى 10 ثواني. 5. انتهى الوقت. المجموعة الأولى، من يقرأ لي الجواب؟ تفضلي يا ألما. محمد بعد 4 ثواني. محمد هو الفائز. هل توافقين أن تخالفون برأي المجموعة الثانية؟ نوافق. نوافق. طيب، من يستطيع أن يقول لي لماذا كان محمد هو الفائز؟ تفضلي يمنى. لأنه وصل قبل أصدقائه. قبل أصدقائه، أي بزمن أقل. تأمل الإجابة صحيحة محقين أم لا. محمد هو الفائز لأنه قطع المسافة بوقت أقل. أحسنتم، لقد كان جواب صحيحا. لننتقل إلى الموقف الثاني. من يقرأ الموقف الثاني؟ تفضل هشام. وقفت رنا وآيا ومايا في باحة المدرسة بهدف إجراء سباق القفز على قدم واحدة، وكانت مدة المسابقة 10 ثواني. عندما انتهى الوقت توقفت كل طالبة في مكانها، وكانت المسافة المقطوعة لكل منهم كالتالي: رنا قطعت 30 متر، آيا قطعت 40 متر، ومايا قطعت 60 متر. هي الفائزة؟ لماذا برأيك؟ سوف نتأمل الآن مرة أخرى ونفكر من هي الفائزة. الزمن كان 10 ثواني، عندما انتهت 10 ثواني توقفوا جميعا وقطعوا المسافة، بالتالي نفكر في الجواب الصحيح من هي الفائزة. هل هي آيا أم رنا أم مايا؟ فكرنا. نتشارك في 20 ثانية جواب مع زميلنا في المجموعة ونكتب الإجابة. نكتب الإجابة ونفكر ونتناقش. بقي 10 ثواني على الوقت. 5. انتهى الوقت. المجموعة الثانية، من يقرأ لي الجواب؟ تفضلي أنا. مايا لأنها قطعت 60 متر. مايا لأنها قطعت 60 متر. المجموعة الأولى، هل من يوافق الرأي؟ توافقون؟ أجل، توافقها الرأي. لنتأمل الإجابة الصحيحة، لنرى إن كنتم محقين أم لا. نعم، قد كانت مايا هي الفائزة لأنها قطعت مسافة. جيدين، أحسنتم جدا. نستنتج هذه القاعدة مما فعلناه قبل قليل، أن السرعة تزيد عندما نقطع نفس المسافة في زمن أقل كما في الموقف الأول، وتزيد السرعة عندما نقطع مسافة أكبر في الزمن نفسه كما في الموقف الثاني. جيد؟ جيد. الآن سوف نتأمل أمامنا 8 كلمات.
ثمان كلمات، أربع من هذه الكلمات يمكن وضعها في مجموعة يوجد شيء مشترك بينها، والأربع كلمات الأخرى أيضا يوجد شيء مشترك بينها. سوف نفكر في 10 ثواني ما هي الأربع كلمات في المجموعة الأولى وفي المجموعة الثانية، يعني سوف نفصلهم إلى مجموعتين. هذه الكلمات دائما نفكر الآن، نفكر في الرابط بين كل أربع كلمات. فكرنا، سوف نتناقش مع زميلنا في المجموعة ونكتب ونسجل الإجابة على الأفضل. نقسم الورقة في النصف، ابدأوا معكم 30 ثانية. تبقى 20 ثانية. نكتب بشكل أسرع قليلاً. نبدأ في المجموعة الثانية. مجموعة الأرانب النشيطة. بقي 10 ثواني. انسى. انتهى الوقت. لنسأل المجموعة الأولى، ما الكلمات التي كتبوها أربعة؟ تفضل يمنى. جمعنا ثانية دقيقة ساعة يوم وجمعنا. شكرا لك. لنسأل الماء، لماذا جمعتم هذه الكلمات في المجموعة؟ ثانية ودقيقة ويوم، لماذا؟ ما الرابط بيننا؟ لأن الثانية لأنها وقت، لأنها تدل على الوقت جميعها. المجموعة الثانية، من المجموعة الأخرى من الكلمات التي جمعتهما؟ تفضل هشام. كيلومتر ومتر ومليمتر وقدم. قدم. ما الرابط ما بين هذه الكلمات التي جمعتموها في المجموعة الثانية؟ المسافة. انها تدل جميعها على المسافه. لنتامل اذا كان اجابتكم صحيحه ام لا. سوف نجمعها الان، سوف نطابق بينها. لقد كان حلكم صحيح، لقد كانت الدقيقه واليوم والثانيه والساعه معا لانها تدل على الزمن، وقد كانت المتر والكيلومتر والقدم والمليمتر مع بعضها لانها تدل على مسافه. سوف الان في هذه تسمى واحده قياس الزمن، وهذه تسمى واحده قياس المسافه. سوف تتضخم الان واحده من واحدات الزمن وواحدة من واحدات المسافة. هذه الواحدة تسمى بالواحدة الدولية، تمام؟ سوف نتأمل هذه الواحدة ويجب أن نحفظها جيدا. من يقول لي ما الواحدة الدولية لقياس الزمن؟ تفضل هشام. المتر. لقياس الزمن، من يوافقها؟ هل هذه قياس الزمن أم المسافة؟ من يقول أن هذه الوحدة هي قياس الزمن؟ طيب من يقول أنها لقياس المسافة؟ طيب، واحدة قياس الزمن ما هي؟ هي الثانية. هي الثانية، من يوافق هذا الرأي؟ أن الزمن يقاس بالثانية، جيد. طيب من يقول لي ما هي الوحدة الدولية لقياس المسافة إذن؟ لقياس المسافة؟ تفضل يا يمنى. المتر. المتر، من يوافقها؟ طيب من لديه اعتراض على كلامها؟ جيدين، أحسنتم جميعا. إذن نتعلم من هذا الكلام أن المتر هي الوحدة الدولية لقياس المسافة. من يقول لي ما هو رمز المتر؟ نعم؟ إم. إم، أحسنت. ولقياس الزمن الواحدة الدولية هي ال S، هي الواحدة ثانية، صحيح، ورمزها هو S. أحسن، جميل. الآن في هذا النشاط لدينا ثلاثة أعداد، 5 و9 و5 و4. سوف يطلب منكن أن تشكلوا عبارة ضرب وعبارتي قسمة من هذه الأعداد الموجودة هنا، 9 و5 و45، عبارة ضرب وعبارتي قسمة. معكن 30 ثانية، تفضل. نبدأ بالمناقشة مع زميلتنا في المجموعة ونكتب الإجابة. نتناقش ونكتب. عبارة ضرب وعبارتي قسمة من هذه الأعداد الموجودة هنا، 5 و9 و5 و4. نسرع، تبقى 20 ثانية. هل انتهت المجموعة الثانية؟ المجموعة الأولى انتهت؟ إذا انتهى الوقت. الآن لن أطلب منكم إبداء إجاباتكم، بس أعرض بعض الإجابات وسنبدي آرائنا في هذه الإجابات إن كانت صحيحة أم لا. هذه هي العبارات الأربعة، في كل عبارة سوف آخذ ذلك وأن إذا كانت هذه العبارة صحيحة أم لا. العبارة الأولى، 9 ضرب 5 تساوي 45. من يقول أن هذه العبارة صحيحة فيرفع يده. جيد، من يقول أن هذه العبارة خاطئة؟ هل يوجد أحد؟ لا. لنرى إن كنتن محقات أم لا؟ نعم، لقد كانت صحيحة. العبارة الثانية نتأملها، 45 تقسيم 9 تساوي 5. من يرى أن هذه العبارة صحيحة فيرفع يده؟ جيد، من لديه اعتراض؟ لا أحد. لنرى إذا كانت صحيحة أم لا؟ لقد كانت صحيحة، أحسنتن جميعا.
العبارة الثالثة 9 تقسيم 5 تساوي 45، هل يرى أحد أن هذه العبارة صحيحة؟ من يرى أن هذه العبارة خاطئة؟ جيد، لنرى فعلاً لقد كانت خاطئة. العبارة الرابعة 45 تقسيم 9 تساوي 5، من يرى أن هذه العبارة صحيحة؟ جميعنا نرى، لنرى الإجابة؟ لقد كانت العبارة الرابعة صحيحة. المجموعة الأولى هل كانت إجاباتكن هي هذه الإجابات التي عليها أجوبة خضراء؟ نعم. المجموعة الثانية هل كمان كذلك؟ نعم. جيد، إذا لقد أنجزنا هذا النشاط بشكل جيد. سوف أسأل الآن أحدكم برفع اليد من يعرف الإجابة. في عبارة الضرب أين كان العدد الأكبر؟ هل كان في العوامل المضروبة أم كان في الناتج؟ في عبارة الضرب نعم أم لا؟ في عبارة الضرب يكون بالناتج. يكون بالناتج، من يوافق هذا الرأي؟ جيد، طيب. من يقول لي في عبارة القسمة أين كان عدد الكبير؟ هل هو الناتج أم المقسوم؟ تفضلي هنا. الناتج. الناتج في عبارة القسمة، من يوافقها بالرأي؟ هل أحد يوافقها؟ من يقول الإجابة الصحيحة؟ تفضلي هشام. المقسوم هو العدد الأكبر. المقسوم هو العدد الأكبر يا يمنى، ولكنا جميعا في عبارة القسمة، اتفقنا؟ نعم. سوف نرى مكتوبة هنا بشكل واضح. في الأعداد الطبيعية أكبر عدد في عبارة الضرب هو الناتج، تمام؟ وفي عبارة القسمة أكبر عدد هو العدد المقسوم الذي نقسمه، ليس الناتج في عبارة القسمة. في الضرب الناتج عدد الكبير، أما في القسمة عدد المقسوم. اتفقنا؟ نعم. نتأمل الآن هذه العلاقة التي من خلالها نحسب السرعة. نحسب السرعة باستخدام العلاقة المسافة تقسيم الزمن تساوي السرعة. جيد، هذه العبارة هي عبارة ضرب أم قسمة؟ من يقول لي عبارة ضرب أم قسمة؟ نعم. إنها عبارة قسمة. عبارة قسمة، نتفق معها. الآن من خلال الملاحظة التي تكلمنا عنها قبل قليل الآن، من يستطيع أن يخمن من هي القيمة الأكبر؟ هل هي المسافة أم الزمن أم السرعة؟ من هي القيمة الأكبر؟ تفضلي ألمى. المسافة. المسافة، من يستطيع أن يقول لي ماذا المسافة هي القيمة الأكبر؟ تفضلي يمنى. لأن في عملية القسمة يكون المقسوم هو العدد الأكبر. المقسوم هذا الأكبر والمسافة هي المقسوم، جيد. الآن من خلال هذه العبارة المسافة تقسيم الزمن يساوي السرعة، سوف أطلب من كل واحدة منكن بمفردها أن توجد عبارة لإعطاء لحساب المسافة، أي الآن أريد عبارة فيها الناتج هو المسافة، الناتج هو المسافة، تفضل معكن 15 ثانية، كل منكن بمفردها هذه المرة وليس مشتركة. نعطي علاقة تعبر عن المسافة، أي تكون المسافة هي الناتج. تبقى 5 ثواني لننتهي من الكتابة. انتهى الوقت. سوف نتأمل هذه العبارة التي تعرض أمامنا الآن. مكتوب المسافة تساوي السرعة ضرب الزمن. من كتبت هذه العبارة فلترفع يدها. أحسنتن جميعا، أحسنتن موفقة. الآن سوف نعود إلى اللغز الذي بدأنا في درسنا. نحاول الآن بعد أن تعلمنا كيف نحسب السرعة والمسافة والزمن، نحاول الآن حسابته مع جيد. سوف أقرأ لكم السؤال مرة أخرى. ركب أحمد دراجته متوجه إلى بيت جده الذي يبعد عنه مسافة 500 متر، وكان متوسط سرعته 20 مترا في الثانية، فكم استغرق من الزمن منذ انطلاقه حتى وصوله إلى بيت جده؟ أولا، من يقول لي ما هو المطلوب حسابه في هذا السؤال؟ تفضلي. المسافة ضرب ما المطلوب حسابه؟ هل المطلوب حساب الزمن أم المسافة؟ ما المطلوب حسابه؟ تفضلي يمنى. الزمن. الزمن، جيد. لدينا عبارة تالية أمامنا، تأملوها بشكل جيد. مكتوب فيها الزمن يساوي المسافة ضرب السرعة. من يرى أن هذه العبارة صحيحة فليرفع يده. هل يرى أحد أن هذه العبارة صحيحة؟ من يعطيني العبارة الصحيحة؟ الزمن يساوي ماذا؟ تفضلي. الزمن يساوي المسافة تقسيم السرعة. تقسيم السرعة، من يوافقها بالرأي فليرفع يده. أحسنتنا، سوف نرى إذن هذه العبارة كانت خاطئة أو كنت من المحقات. العبارة الصحيحة هي الزمن يساوي المسافة تقسيم السرعة. الآن من يقول لي كم هي تساوي المسافة في السؤال؟ كم تساوي المسافة؟ تفضلي هشام. 500 متر. هل كلامها صحيح؟ أحسنت. من يقول لي كم تساوي السرعة في السؤال؟ تفضلي. 20. الآن هل من الصحيح أن نكتب 500 ضرب 20 أم 500 تقسيم 20؟ من يقول أن عبارة الضرب هي صحيحة؟ لا أحد. من يقول أنها تقسيم؟ جيد، نرى الإجابة الصحيحة الآن.
هذه هي الإرادة الصحيحة. الزمن يساوي المسافة تقسيم السرعة وليس ضرب، اتفقنا؟ الآن قمنا بكتابة 500 تقسيم 20. الآن نحاول في كل مجموعة سويا أن نوجد الناتج الذي هو الزمن الذي استغرقه أحمد. تفضلنا معكم 15 ثانية لنتناقش نطلب الإجابة لنجري عملية التقسيم 500 تقسيم 20. تفضل. تعيطونا؟ تبقى 5 ثواني المجموعة الأولى. انتهى الوقت. لنسمع من كل واحدة منكن الإجابة. ما هي الإجابة يا يمنى التي كتبتيها؟ 500 تقسيم 20 يساوي 25. يساوي 25. كم كتبتي يا ألما؟ 500 تقسيم 20 يساوي 25. ما كتبتي يا شام؟ 500 تقسيم 20 يساوي 25. كم كتبتي يا 500 تقسيم 20 يساوي 25. إذا أجمعتنا جميعا على الإجابة 25، لنرى إذا كانت هذه الإجابة صحيحة أم لا. أحسنتن، لقد كانت هذه الإجابة صحيحة. شكرا لكم جميعا، قد استمتعت بوجودكن، وأتمنى أن كنا حصلتن على المتعة والفائدة في هذا الدرس، وأتمنى أن لا تنسينا أبدا، ونلقاكم إن شاء الله في مرة قادمة، وإلى اللقاء.